تواصل قافلة وصل الخير انطلاقها في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا من أهالينا. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. النهارده علشان بنطلق قافله وصل الخير عباره عن 1,000,000 كرتونه رمضان هنوزعها على اهالينا في كل محافظات الجمهوريه المستحقين والاكثر احتياجا. عن طريق عناصر الرصد الميداني بكل المحافظات قدرنا نتابع ونرصد كل الاسر الاكثر احتياجا وكل المواطنين المحتاجين. العناصر بتوعنا موجودين في كل مكان في مصر. طبعا احنا عندنا قاعده متواجده على الارض من لحظه بدايه المؤسسه، زملائنا موجودين في كل حته ميدانيا في كل المحافظات، وده طبعا بيكون بالتعاون مع الجهات التنفيذيه المتواجده في جميع المحافظات، وبيتم التنسيق معاهم برضو في لو حدث اي مشكله. نتوجه الى القرى والنجوع بناء على البيانات المتواجده في القرى ونتوجه ليهم مباشره، ونقدر ان احنا نوزعها مباشره. وطبعا ده اي مواطن متواجد سواء في الصعيد او اهالينا اللي موجودين في المحافظات. محتاجين ان احنا يكون في عندنا شركاء من كل مراكز وقرى ومحافظات التابعة للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية إن شاء الله هيبدأ تنفيذها في مبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة. إحنا كمان بنستهدف إن إحنا نكون الدور القيادي أو الدور الفاعل الأساسي اللي بيشد معاه باقي جمعيات العمل المدني. مؤسسة حياة كريمة ما يميزها أي عمل تطوعي بيتم على الأرض بنلاقي طبعا جميع الشباب متواجدة ومتكاتفة عشان نقدر إن إحنا نوصل حاجة للمستحق. مبادرة سيادة الرئيس مبادرة حياة كريمة اللي بيتم تقسيمها لثلاث مراحل، احنا بنستهدف نوصل ل 57,000,000 مواطن مصري هم سكان القرى والمراكز الاكثر احتياجا. مؤسسة حياة كريمة من المؤسسات كمان اللي دلوقتي يعني دوليا لها مكان عاليه، وانا اتوقع ان شاء الله في على مدار المدى القريب ان احنا نبقى من افضل المبادرات اللي موجوده في العالم كله، لان احنا بنحقق اهم اهداف التنميه المستدامه على الارض.